النهاردة في 8 الصبح بنتشرف باستضافة أحد العلماء الأفاضل الفائزين بجائزة الدولة للتفوق العلمي في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة اللي بتخدم العديد من العلوم الأساسية واللي أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أيام، يعني احنا بنتكلم في الأسبوع اللي فات على وجه التحديد. هو سبق ان هو حصل على العديد من الجوائز، منها جائزه الدوله التشجيعيه في مجال علوم التكنولوجيا المتقدمه اللي برضه بتخدم بالتاكيد العلوم الاساسيه، حصل على نوت الامتياز من السيد الرئيس في 2019 وغيرها من الجوائز هنتعرف عليها وهنتعرف اكتر على اهميه هذه المشاريع والابتكارات من خلال ضيفنا الكريم دكتور حسام امام الحاصل على جائزه الدوله للتفوق العلمي. اهلا يا دكتور وصباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير. الف مبروك بالتاكيد هذه الجائزه، إذا لسه من أسبوع تم الإعلان عنها، لكن خلينا نتكلم عن هذه الجائزة، خلينا يعني نبتدي من الآخر كده ونتكلم على معايير اللي بتمنح أو إزاي بيتم منح هذه الجائزة. تمام. هي الجائزة دي جائزة الدولة للتفوق العلمي أو جوائز الدولة بصفة عامة بتتاخد على مجمل إنتاج علمي، يعني مش على مجموعة أبحاث بس، مش على بحث بعيد، مش على بحث أو لا، يعني هو هنا أنا مقدم 10 أبحاث ولكن هم ال 10 أبحاث تقييمهم 25% من التقييم الكلي. باقي التقييمات إيه؟ المجتمع العلمي شايف ابحاثك ايه؟ ما انت ممكن تبقى عامل ابحاث والناس مش شايفاها او مؤاخذة في الكلمة ملهاش قيمة قوي بالنسبة للناس، خصوصا المجتمع العلمي اللي بره. فبيشوف الناس اوريدي واخداك الابحاث بتاعتك مرجعية قد ايه؟ بيشوف المجلات اللي ناشر فيها الكواليفيكيشن بتاعها ايه؟ عالي ولا قليل؟ بعد كده بيشوف الاشراف بتاعك، انت كان مشرف على كم طالب؟ المشاريع اللي انت اوريدي واخدها، المشاريع سواء كان مشاريع محلية او مشاريع ايه؟ دولية. في جوائز اللي قبل كده برضو عليها درجات، البراءات الاختراع عليها درجات، اما بتحكم مشاريع دولية لما بتحكم رسائل. فده كله لو انت برضو عامل كتب او شابترز، يعني فصول في كتب عالميا، برضو ده كله ايه بيتحط تحت المعايير. كل حاجة لها درجات وبتبدأ تتحسب الدرجات دي، واللي اعلى درجات هو اللي بيبدأ ايه يحصل عليها. طيب خلينا برضو، يعني حضرتك قلت للعديد من الحاجات المهمة جدا، يعني هل حضرتك لك مشاركات في فصول في مناهج في الخارج؟ كل الحاجات اللي حضرتك قلت من التقييمات كلها عايزين نتوقف عندها. تمام. هل حضرتك لك بالفعل؟ هو أنا بالفعل عامل تقريبا 5 فصول في دور نشر خاصة، برضو كلها خاصة بمجال التخصص بتاعي. أوكي. طبعا الفصول دي ما بتدرسش في 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 جامعات، هي خاصة بطلبة الدراسات العليا هي اللي ممكن يطلعوا عليها. وفي نفس الوقت الناس اللي هم اوريدي في الأكاديمية في الاريا بتاعة المجال. الحاجة التانية كمان بحكم أبحاث عالميا، بحكم رسائل عالميا. فين؟ في جامعات زي ايه مثلا؟ لا هو مش في جامعات، في دور نشر. هو المجال العلمي بتاعنا مختلف شويه، ان عندك دور نشر، فدور النشر دي ممكن تحتها تقع مجلات وليكن 400 500 مجله. فانا اوريدي حكمت تقريبا يمكن ما يزيد خلال اخر 10 سنين ما يزيد عن ال 150 بحث ما شاء الله. خلال السنه الثلاث سنين اللي فاتوا، طبعا العدد بيبقى كتير شويه، ما يزيد عن ال 50 بحث في اخر 3 سنين بس. الابحاث دي بتبقى ما بين ناس بتاخد بيها دكتوراه، ما بين ناس تانية بتاخد بيها ترقيات وجوائز برضو. ماشي. دي بالخصوص اللي هو المجتمع اللي بره، غير السفريات. انا نسيت اقول لحضرتك كمان السفريات اللي انا سافرتها بره، مسافر بره تقريبا، اللي هي مشاركات في الابحاث اللي هي في المؤتمرات العلميه. مؤتمرات علميه. بص دكتور، كنت برضو في اسبانيا في 2019 وقت نوت الامتياز ده، كنت في اسبانيا، كنت ما بين شركه، عشان بس نتكلم بقى اهميه البحث العلمي بالشركه، كان ما بين شركه. مش هقاطع حضرتك، لكن برضو الساده المشاهدين احنا شايفين على الشاشه والشهادات وحضرتك هنتم عرضها وحضرتك بتتكلم، اتفضل. ماشي. اللي هي كنت في اسبانيا لمده 5 شهور. طبعا هم اللي بعتني عايزيني بحيث ان انا احل مشكله معينه خاصه في الصناعه، مشكله يعني احنا شايفينها تبقى صغيره جدا لكن هي بتفرق معاهم في الانتاج قوي. بره بيهتموا بالتفاصيل دي، بتفرق معاهم في الانتاج. كان تقريبا لمده بس 5 شهور في جامعه في اسبانيا. في الصين، انا بروح الصين تقريبا يعني كل سنه او كل سنتين زي فيزيتنج بروفيسور، يعني كاستاذ زائر. هم اللي بتكلفوا كل حاجه، الاقامه وتيكت وبوكت ماني كل حاجه، بحيث ان انا اروح ادي محاضرتين ما بين محاضرتين لثلاثه لطلبه الايه الدراسات العليا هناك، يعني في مجال تخصصي. طب وفي الحاجات مجال خضر. التخصص عشان برضو الناس نبقى فاهمين، يعني ايه مجال العلوم التكنولوجيه المتقدمه اللي بتخدم العلوم الاساسيه؟ تمام. وضح لنا كده بشكل بسيط جدا الناس اللي هي مش دارسه هندسه ومش دارسه ماشي. هو بالنسبه الاول ايه العلوم الاساسيه؟ العلوم الاساسيه اللي احنا عارفينها اللي هي مستخلصه من كليه علوم وهندسه، اللي هو كيمياء، فيزياء، احياء، هي ده العلوم الاساسيه. العلوم اللي بتخدمها بقى اللي هي الحاجات اللي بتبقى
انت مش شايفها كيمياء، مش تحضير يعني، هي خاصه اكتر بالايه، بالتطبيقات. يعني ممكن تبقى علوم المواد ابدا ان انا استخدمها فين، من الكيمياء. علوم البوليمرات ممكن تستخدمها من الكيمياء. شايفين كمان نقطه الامتياز من الطبقه الاولى على الشاشه اللي منحوا ليك السيد الرئيس طبعا 2019، يعني هنتكلم 2019. عليه بالتفصيل بالتاكيد. اتفضل. فهو ده العلوم اللي هي العلوم التطبيقيه، هي من اسمها كده ان هي اوريدي العلوم اللي هي خاصه بالتطبيق اكتر من الايه. احنا طبعا واخدين على العلوم انها سوليد ماتيريال او مواد صلبه، يعني دي بتدخل عشان برضو اوضح او نفهمها بشكل مبسط، زي النانو مثلا تكنولوجي بيدخل في الزراعه، بيدخل في الصناعه، بيدخل في التغذيه، بيدخل في الطب، بيدخل في كل الحاجات دي، صح كده؟ هي بالظبط كان نانو تكنولوجي، علوم المواد، البوليمرات طبعا داخله في كل حاجه دلوقتي في الحياه. بس انا تخصص اكتر بيميل لعلوم المواد والنانو تكنولوجي اكتر من البوليمرات، يعني البوليمرات اللي فيها حاجات قليله لكن موجوده برضه. طيب ازاي ان احنا نقدر نستفيد من هذه المشروعات البحثيه؟ حضرتك قلت ان انت بتشارك في العديد من الدول، والعديد من الدول الصناعيه الهامه، وبتروح الصين وبيستخدموا كل هذه الابحاث، ازاي ان احنا نقدر نستفيد بها هنا في مصر؟ وايه المجالات او اليات اللي حضرتك بتمارسها بالفعل هنا في مصر؟ تمام. هو احنا كان عندنا مشكله في السابق، ان احنا عندنا مشكله بين البحث العلمي وبين الصناعه. المشكله قائمه على ثلاث حاجات، ان البحث العلمي ممكن يكون الصناعه مش واثق في البحث العلمي، في ناس ممكن تبقى لسه لغايه دلوقتي ما زالت هذه في لسه مشكلة. هي بدات يعني الامور تتحل دلوقتي في مجال التطوير، بدات الامور تتحل شويه، خصوصا كمان مع فرق العمله، فخليك انك عاوز تلجا لبديل طبعا حلي. طبعا فده بيخلي اوريدي والدوله اهتمام كبير دلوقتي حاليا الصناعة. كمان وكمان الدوله حاليا بدات تعمل مشاريع كتير جدا، انك تبقى فيه كوبريشن بين البحث العلمي والصناعي، يعني عشان المشروع يقبل لازم يكون معاك جانب صناعي بحيث تطبق الايه الفكره فيه. فممكن يبقى اوريدي تشوف مشكله عنده وتبدا تحلها. بس طبعا احنا لسه بكر في الحكايه في الحكايه دي. انا اعتقد ان خلال الخمس سنين اللي جايين هيبقى فيه ان شاء الله يعني كوبريشن اكتر من كده. كان في حاجه مش عدم الثقه، بس كمان كان في ناس المصانع بتخاف انك تدخل تاخد الفكره بتاعتهم، يعني هو راجل عنده مال وشغال في ملايين، فبيبقى بيخاف على النو هاو بتاعته. انا بلتمس العذر ده يعني، بس ان شاء الله يعني انا اعتقد خلال الفتره اللي جايه الدوله هتبدا يعني ايه الحكايه دي هتبدا شويه شويه تبدا تزول. عندنا في المركز القومي للبحوث اللي انا انتمي ليه يعني، في دلوقتي مكتب اسمه مكتب التايكو، اللي هو خاص اوريدي انك لو انت عندك فكره او حاجه او مصنع عنده مشكله يجيبها المركز ونبدا نحاول ان احنا يعني نحلها. انا كنت في السابق كمان يعني عشان برضو ما نهملش حق الناس، في السابق كان تقريبا عندي يمكن 2017 2016 كان في حاجه اسمها الحمله القوميه للنهوض بالصناعات النسجيه. اوكي. انا تخصصي في البدايه خالص كان نسيج، بس انا ازاي انا استخدم بقى علوم المواد والنانو تكنولوجي ان انا اطور بها النسيج، وكمان استخدمتها كمان في معالجه الميه. ماشي. حاجتين مشكلتين يعني مهمين جدا بالنسبه لمصر. مصر اوريدي لها باع في المنسوجات، في المنسوجات بصفه عامه، وفي نفس الوقت الايه مشاكل الميه في الوقت الحالي، فبنحاول ان احنا يعني نحل المشاكل دي. فكان عندنا حاجه اسمها الحمله القوميه للنهوض بالصناعه النسجيه، كنا بنروح المصانع بس كان اغلبها قطاع عام، لكن تبقى الامور سهله جدا انك تدخل القطاع العام مقارنه طبعا بالقطاع الخاص، ونشوف ايه المشاكل اللي عندهم ونبدا نحاول نحلها. وتم التطبيق بالفعل في حاجات في حاجات تم تطبيقها، ولكن الابحاث الحديثه لسه. أنا عشان تطبق انت شفت كده حضرتك لما بتيجي تعمل دواء جديد بيمر بمراحل بتاع مش طبعا اقل من 10 12 سنه طبعا. في حاله هنا تبقى اقل شويه، ولكن انك محتاج الاول هنا بيبقى على لاب سكيل، يعني بنشتغل على 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 حاجات صغيره، تبدا بعد كده تشوفها نص صناعي نصف صناعي. احنا عندنا في المركز الحمد لله يعني معامل نص صناعي، ولكن بقى انك تطلع على الصناعي انت ممكن تلاقي مشاكل تانية، فبتحاول تاخد وقت. ولكن مش عايزين هذه المشاكل، لا مش عايزين نشوف كل الابحاث إيه؟ دي. هو العلم عباره عن ايه؟ بالتأكيد. هو العلم عباره عن إيه؟ انك بتشوف مشاكل وتحاول تحلها. هو دي. شكرا دكتور حسام امام الحاصل على